وجاتك جاتك استاذ جيري بكل صراحه، جاتك اي عروض معينه منهم من اعلامهم انه تعال انه صف معنا؟ صراحه لا اخفيك، في عروض دائمه وهذه العروض معروفه وكل الناس تعرف بها، يعني انه وش يقولون؟ يعرضون عليك ان تعمل في اعلام خاص لهم وان تكون قريب منهم باعلامهم، ولكن نحن كنا واضحين وصريحين، قلنا كلمه واضحه وهي قبل الاحداث التي حصلت قبل المقاطعه مع قطر، لم نكن نعمل لأي إعلام قطري، وبعد المقاطعة لن نكون إلا بذات الخانة التي بدأنا بها، أي إلى جانب المملكة العربية السعودية، وهذا قرار مبدئي نهائي لا تراجع عنه تحت أي ظرف وتحت أي ضغط، وحتى لو يعني شو بدي أقول لك وصلنا للشارع نحن وما بقي عنا شيء نعمله والتويتر تسكر، بنضلنا ماشيين بالشارع ونكتب على الجدران تغريداتنا لتوصل، لأنه الشعب السعودي يستحق، مش مجاملة وليس لأننا اليوم في السعودية، بل السعودية ما قدمت وتقدم للعالم العربي والإسلامي أكبر بكثير مما نفعله، ولو بنعيش عمرنا عمرين لن نستطيع أن نفي السعودية سنة واحدة مما قدمته لشعوبنا.